كابتن احمد بلال، الف مبروك، فوز في الوقت القاتل ولكنه فوز منطقي وتاهل منطقي طبعا. منطقي جدا يا كابتن. في بعض الماتشات بتبقى خارج غصب عنك عن التركيز خلاص، يعني في بعض الماتشات كده. يعني احنا قلنا في البدايه ان الراجل عايز يدي مسج للعيبه ويقول لهم يا جماعه المباراه مهمه، وان دي بطوله جديده وفي تحدي جديد، وقد كان في التشكيل في طريقه. لكن انت مش هتقدر برضو كمدير فني انك تخلق تركيز 100% في كل الماتشات. فانت في بعض الماتشات زي الماتشات اللي زي دي، خاصه مع اختلاف الخصوم ومدى تفاوتهم في الامكانيات والقدرات، انت كمان بينزل او بيعلى تركيزك. ده وضع طبيعي مهما كان في تاهيل واعداد نفسي حتى قبل المباراه. يعني صح، احنا مش كلنا كنا بنلعب كوره، مظبوط صح. هل درجه التركيز بتختلف ولا ثابته طول السيزون؟ لا طبعا تختلف. طبعا تمام طبعا. لا لو درجه تختلف الاستعداد تختلف. طبعا تختلف تمام. مظبوط تمام. طبعا الروح القتاليه بتعلى كلها ابس اند داونز، يعني بتعلى ساعات وبتنزل ساعات. فانت النهارده مهما حفزت كمدير فني تمام، بتحفز لدرجه انك ما بتخسرش الماتش تمام. ايوه، لكن ممكن ما توصلش اللعيب لانه يطلع احسن حاجه. تمام. يعني النهارده بتلعب مع فريق درجه ثالثه، انت كنادي اهلي عارف اللعيبه بقى نفسها في الملعب. دول مش ماشينز، دول لعيبه يعني بيفكروا وعندهم عقليات وروح ودماغ. يعني هو عارف ان في اي وقت من الاوقات ممكن يخطف المكسب في اي وقت. يعني وخاصه خد بالك انت ما بتلعبش المباراه مش بس 90 دقيقه، ده المباراه يعني 120 دقيقه. أيوة. فانت لو ما كسبتش في الشوط الاول عندك الثاني، لو ما كسبتش في الثاني عندك الثالث، لو في الثالث عندك بس الرابع. بس هي بتبقى مقلقه شويه طبعا عشان ماتشات الكاس بطبيعه ومفاجأت. الحال مباريات الكاس مباريات بتبقى يعني ليها طابع خاص في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مش عايز اقول لك في القلق والتوتر. ولكن خد بالك هي بطبيعتها مباريات رخمه شويه على, على 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 بعض الفرق. صحيح. خاصه في الادوار التمهيديه. صح. انت ممكن لما تيجي تحسب للفرق الكبيره اهلي زمالك على يعني الفرق، مش هتلاقيه طلع من دور الثمانيه او دور الاربعه، صعب. لكن ممكن يطلع من الدور الاول، ممكن يطلع من الدور الثاني، المفاجاه تحصل من الدور 32 الدور 16 فاهم. مزبوط. ممكن تحصل مفاجاه. لكن لما يخش في الاجواء تمام ويبتدي يعلى مع المنافسه، ما اعتقدش انه ممكن يتهزم ويخرج. ممكن خلاص الفاينل بقى انت ونصيبك تمام. ولكن هي دي بطبيعتها مباراه الكوسه يا كابتن ريم. مباراه يعني التركيز فيها، الماتشات اللي بتكلم في الادوار اللي زي كده او المباريات اللي زي كده، التركيز فيها بيبقى قليل لان الحسم فيها بيبقى شبه مضمون بالنسبه للعيبه. احنا خلي بالك واحنا بنتفرج برضه حاسين يعني ان الاهلي هو الاقرب هيكسب، والاهلي هيكسب. فايه بالظبط. انت على الرغم من ده، هو انت مش مضيعتش، انت ضيعت يعني النهارده سبع ثمان فرص انا كاتبهم حقيقيين. بقول لك سبع ثمان فرص حقيقيين بالظبط. طب هل لو انت محتاج وركله جزاء طبعا، هل لو انت محتاج المكسب في دور اقصائي افضل يعني اعلى من كده، هل ممكن يكون نسبه التركيز هتكون اعلى؟ طب مليار في المية. أي. التاهيل النفسي الداخلي بقى للعيب، خد بالك الداخلي للعيب نفسه هيبقى مختلف تماما تماما. أي. يعني ما ينفعش انا بلعب دور بلعب سيمي فاينل وهوصل للمرحله دي من اللعب، انه انا بلعب على سطر واسيب سطر، قلقان على نفسي، خايف على رجلي، الروح مش عاليه قوي، لانك انت حاسس ان انت الاقرب، فرصك اكتر، انت بدنيا اعلى، انت مهاريا اعلى، فانت حاسس ان انت في اي وقت من الاوقات هتكسب المباراه. أيوة. عشان كده هي بتتصعب، مش بتتصعب، بتتقفل في بعض الاوقات. هي في فرق بين المباراه بتتصعب وبتتقفل. خد بالك المباراه بتتصعب يعني انا مش قادر اوصل، بحاول مش قادر. أيوة. ما عنديش فرص متاحه، مش فرص. لكن انت الكوره هي مقفوله شويه. أيوة. انت مجدي قفشه على في السكس يارده بيضيع، كهربا كورتين ثلاثه في السكس يارده بيضيع، حسين الشحات في ال 18 بيضيع، حمدي يعني حمدي طبعا في السكس يارده بيضيع. أي. فانت متقفله شويه لقله التركيز. خد بالك، وده بيدي مسج للعيبه يقول لك لا، ان في مباراه، المباريات اللي زي كده لازم يبقى يعني تعلى بتركيزك شويه اذا كنت عايز تكسب البطوله. هو طبعا يعني واضح الفرق ما بين الاثنين. مدير الفني عايز يكسب، بيلعب فول تيم، تغييراته حتى كمان النهارده لو خدت بالك التغييرات من الدقيقه 45 يعني مظبوط. الشوط الاول خالص التاني. لا ف مظبوط. يعني هو عنده التاني. يعني هو عنده الرغبه الكبيره جدا. أيه. انه يكسب المباراه، عنده رغبه كبيره ان هو يكسب الكاس. فالتغييرات النهارده من البدايه مش بس عشان امكانيات وقدرات الفرق اللي قدامك، لا بس عشان برضو يحسس ان اللعيبه ان المباراه مش يعني انا مش سايبها. أيه. يعني مش سايب باي لاك تجيب جول او ما تجيبش في اي وقت، لا هو من الدقيقه خلاص من الدقيقه 46 ابتدى يغير بعض اللعيبه عشان
يعني يجدد كمان الطموح داخل الملعب، يغير كمان من الشكل والاداء، يجدد الروح كمان عند اللعيبه. عشان كده الاهلي يعني عارف كابتن ايمن في يعني المباراه، مش عايز اقول لك يعني مدى صعوبتها في سهولتها، فاهم قصدي؟ أيوه. يعني هي مباراه صعبه جدا عشان هي سهله جدا. أيوه. يعني عارف انت، يعني انت بتلعب مباراه صعبه اتصعبت عليك، او هي صعبه قوي عشان هي سهله جدا جدا جدا، تقدر تكسبها في اي وقت. فطالما انت بتقدر تكسبها في اي وقت، فانت ممكن سبرنت تكسل شويه، فاهم قصدي؟ عايز تشوط فبترقص، عايز ترقص ضيعت فرصه الثانيه هتيجي ان شاء الله. انت خلاص هي متسهله قوي، فبتتصعب على اللعيبه داخل الملعب. وطول الوقت بيعدي زي ما اتفقنا قبل الماتش، انك الفرقه الثانيه بدل ما بيلعب نص ملعب، لا انا هلعب ايه؟ هلعب من على الدايره. لا مش هلعب من على الدايره، ده انا هلعب من على 18. تكتل دفاعي رهيب. يعني انت مع كباتن هما بيقولوا ان انت يعني في ماتشات الدوري او في الماتشات اللي هي مع فرق قويه، يعني صعب انك تلاقي الكلام ده. استحاله طبعا يعني يعني مش هتمر بالصعوبه دي. تركيزي يا كابتن، تركيزي نفسه مش هيبقى بالشكل ده ولا بالطريقه دي. يعني ثقتي في المكسب هتبقى موجوده، بس مش بالطريقه وبالشكل ده. يعني انا ما يعني مثلا يعني كهربا وهو رايح، بدل ما يعمل سبرنت عايز من بعيد يتزحلق فيحطها من هنا، فاهم؟ مجدي قفشه بدل ما يبص لجول ويشوطها ورجليه من، يعني الحاجات دي ما بتحصلش في الماتشات المهمه. انت بتبقى تركيزك 100% في كل فرصه بتجيلك. يعني احنا شفنا كهربا فرص اصعب من كده بكتير جدا، وبيسجل منها اهداف، لان درجه التركيز على كابتن ايمن. تمام. انما ماتش متساهل او ماتش الفرص بتيجي سهله، فانت شايف ان انت في اي وقت ممكن تسجل. لو حسين ما سجلش، كهربا هيسجل، عبد القادر هيسجل، قفشه هيسجل، اي حد من اللعيبه بتشوف ان هو ممكن يسجل في اي وقت. عشان كده هي دي صعوبه المباريات السهله اللي زي دي. عشان كده عدينا مطب صعب. بالظبط. زي ما اتفق مع الكباتن طبعا، يعني ان هو المباريات دي بتبقى مطبات صناعيه، تمام، او طبيعيه بتبقى صعبه شويه. ايوه صحيح. لكن من طبعا يعني الاهلي فريق كبير، والراجل كمان مصمم، يعني كان يعني واضح اصراره على المكسب، واضح اصراره كمان على البطوله من وجهه نظري. مظبوط.